ديالكم اخي، عارف الكورونا مازال ياك؟ ها باش ما ديرش الكمامه ديالك. ها شكرا ضمن متتبعي موقع موطني نيوز، كنتواجدوا الان باقامه التوحيد بجماعه سيدي حيا زعير في اطار الحمله التحسيسيه اللي كيقوم بها باشا قياده سيدي حيا زعير السيد مصطفى بن زيان رفقه اعوان السلطه المحليه والقوات المساعده والدرك الملكي. الحمله كتشمل توزيع مجموعه من الكمامات على العائلات باقامه التوحيد بجماعه سيدي حيا زعير، بالاضافه الى التوعيه بمخاطر فيروس 19. كمامات عندنا الحاجة فهمتي، اللي خاصكم شي حاجه فهمتيني نجيبوهم لكم، ما عندناش مشكل موجودين الحمد لله. وي بابا الحمد لله. شكرا شكرا. متتبعي موقع موطني نيوز، كما كتشوفوا الان في اقامه التوحيد الوليدات الصغار تيلعبوا بدون كمامات، وباشا قياده سيدي حيا زعير كيقوم بتثبيت الكمامات بنفسه مع تقديم نصائح بمخاطر الفيروس، وكيحث الساكنه ان الفيروس مازال متواجد، الامهات والاباء باش يتاخذوا الاحتياطات اللازمه بشان الوليدات ديالهم ويديروا لهم الكمامه. واكد كما كتشوفوا لهاد السيده كيقول لها بان الكمامات موجودين وحنا راه الاشاره والباب مفتوح. ها زيدك شي وحده للبار بخير. اجي اجي حط لها الفاعل الجمعوي عزيز هنا، الله يستر شي وحده غير وحده. صافي اخي عزيز مرحبا. تكلم عزيز. شوف
الاخ من المجتمع المدني. كون عطينا كلمه، كون عطينا كلمه. حاج حاج عطينا واحد الكلمه الله يحفظك، انت من المجتمع المدني. انا سانديك هنا في هذا الحي. عطيني شي كلمه على هذه المبادره، شنو رايك فيها؟ اسيدي هذه المبادره، هذه المبادره هذه زينه عندنا عندكم، وتعاونونا الله يرحم لك الوالدين. شكرا. احنا فرحين بهذا الشيء هذا، انا والسكان ديالي. راحة كبيرة، الله يكثر عليكم الخير، والقوة المساعدة الله يجزيها بخير، ولي جوندام تا هما كيعاونونا، والسير باشا والقياد تا هما في هذا الحي هذا، سيدي يحيى كله، راهم كيعاونونا، وكنشكركم بزاف، وانتم الصحافة، الله يعاونكم، والله يخلي سيرفيسكم على خير. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.